طيب خلينا نبدأ بحياة كريمة، والحقيقة أنه يعني بدأت حياة كريمة وأثرها بدأ يظهر من الناحية الصحية، يمكن تحديدا كان في تحسن ملحوظ في التغطية الصحية لقرى الريف المصري. وخلينا نقول بعض الأرقام، يعني المبادرة سجلت في المرحلة الأولى تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24%. شايف إزاي النسبة دي وأثرها على صحة المواطنين في الريف؟ هو يلزم إيضاح بس إن لأنه قد يحدث لبس عند بعض الناس في فكرة المرحلة الأولى. يعني معروف إنه مشروع أو مبادرة تطوير الريف المصري التي تحمل منذ بعض الوقت اسم حياة كريمة بدأت فعليا في عام 2019 في عدد من المراكز. لذلك الإشارة الخاصة بتطور في تغطيات الصرف الصحي في الريف المصري منصرفة إلى ما تم طوال من 2019 إلى الآن، لأنه رسميا المرحلة الأولى في المبادرة كمبادرة شاملة جامعة لكل أنحاء الريف المصري بدأت بالكاد يعني من يوليو الماضي مع السنة المالية الجديدة 21-22 وعلى مدى 3 سنوات متتابعات، وبتكلفة كما قيل وصلت إلى 700 مليار جنيه. طبعا حصل تدرج في الإشارة لأرقام المبادرة من 500 مليار إلى 700 مليار جنيه. سر هذا التدرج ببساطة أن هناك مبادرات أخرى سبقت البداية الشاملة كمبادرة تبطين الترع مثلا، فتم تضمين مبادرة تبطين الترع في صلب مبادرة تطوير الريف التي تحمل الآن اسم حياة كريمة. ده للإيضاح لكي لا يتحدث البعض عن أنه هم لحقوا يعملوا من 12% ل 36%، يعني الفكرة لأنه هذا الرقم وهذه الزيادة في هذا الرقم منصرفة لمناطق تم العمل فيها من 2019. تمام. النقطة انعكاس ده إيه على حياة المواطنين وتطوير الصرف الصحي؟ طبعا الصرف الصحي معروف أنه نسبة تغطية قبل الشروع في هذا التطوير كانت في حدود 12%. الباقي اللي هو 88% بيتم بالأسلوب المعروف في الريف باسم الترنشات أو شيء من هذا القبيل، التي تتم تفريقها دوريا أو إنها تنتهي للإلقاء في الترع أو المصارف أو شيء من هذا القبيل. طبعا ده بيخلق بيئة ملوثة وبيخلق أجواء من إنه تقريبا اللي انت بتشرب منه هو يعني، فدي مشكله كبيره تسببت في مناطق كتيره من الريف المصري في انتشار امراض بعينها اهمها مرض الفشل الكلوي. كان هذا الى جوار في الريف والمدينه مرض التهاب الكبد الوبائي المتعلق بفيروس سي قبل ان تحد منه ربما الى مستويات تقترب من انهائه مبادره المكافحة الشاملة لفيروس سي. طبعا له أثر صحي مباشر. حاجة تانية أنه ده بيقرب المسافة أو الفجوة ما بين الريف والمدينة. نسبة التغطية في المدن عموما في الصرف الصحي بتقترب يعني كمو 90% بتقترب عموما من المئة في المئة، لكن في الريف طبعا لا تزال فجوة. لو أن هذه المبادرة فقط نجحت في تعميم فكرة الشبكات الصرف الصحي لأن لكان إنجازا كبيرا. أيضا مرتبط بالصرف الصحي طبعا شبكات المياه عموما، عامة التغطية بالمياه نسبتها عالية جدا في الريف من فترة، ما يعني ليست بقدر طبعا تغطية الصرف الصحي، لكن في مشكلات في ضغط الماء وفي إمكانية انقطاعها وغيره وشبكات الكهرباء، ويقال إنه في كلام كتير عن شبكات الغاز الطبيعي، يعني مد شبكات الغاز الطبيعي إضافة للخدمات الحيوية التعليمية والصحية أو الخدمات الحكومية ومجمعات. لكن أنا أريد أن أشير لنقطة متتعلق، يسكن وجداننا دائما أن الريف يعني الفلاحون. طبعا وضع القرى المصرية اللي هي 4500 قرية أو أكثر من ذلك مع 30,000 ملحق من كفور ونواجع ونجوع ونجوع وعزب، ده حجم هائل جدا من الوحدات.